ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق ب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية أظن اسمها التي قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هل ذلك يعني أنه كان يقرأه على المنبر أم كان يصلي فيها وهي حفظت من الصلاة أم من القراءة؟ لا من المنبر، يعني كان المنبر. كان يخطبها أيضا. هي من الخطبة يكتفي بقراءتها. لا ليس في هذا، ليس هذا هو المقصود بالذات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كلها، وهذا ما يستبعد بالنسبة لما سبق بيانه أن هذه الرسول عليه السلام قصر خطبة. المتبادر من الحديث هذه المرأة الطيبة أنها حفظت السورة هذه من كثرة تكرار الرسول عليه السلام لبعض آياتها في خطب متعددة.